يقول السائل: سمعنا الناس يقولون أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، هل هذا القول صحيح؟ هذا القول غير صحيح، وهذا من عند القائل ولا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة، يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعل في البدع شيئا حسنا، وإنما قال كل بدعة ضلالة. فهذا الذي يقول إن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا يصادم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأن تقول لا، البدع منها شيء حسن، ما هذا القول؟ نسأل الله العافية. نعم.